الحمد لله ربنا يدي نعمه من ربنا. متفائل بالانتخابات الجايه يا رئيس؟ باذن الله عصرينا يختاروا رئيس. بس يا حبيبي لسه اقل من ان يحقق مدالي بالثوره، بس احسن كتير من البرلمانات اللي انا كنت فيها قبل الثوره. لا احب ان اعلق على احكام القرار، لكن انا غير راضي ها عن احساسي بان دم الشهداء لسه مش عارفين ناخد قصاص عادل. استاذ حمدين صباحي مرشح الشعبي لرئاسه الجمهوريه، سنين يمين سنين يمين بنحبك يا حمدين، ربنا يديك يا ابويا، وسنين بنحبك يا حمدين.